ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض مرية. من هذا الإنسان الذي يمكنه أن يصد قوة الريح الرهيبة بحيث نختبئ فيه؟ كيف يمكن لإنسان أن يقف سدا منيعا أمام السيل فلا تتسرب نقطة مياه واحدة؟ هل يمكن لإنسان أن تخرج منه ينابيع ماء لتروي العطش في مكان يابس؟ هل يقدر إنسان أن يكون صخرة عظيمة تظلل نفوسنا من شدة الحر؟ نعم، إنه شخص واحد فقط قادر على ذلك، إنه ابن الإنسان الكامل، ابن الله. نعم، هو الوحيد القادر أن يكون مخبأ من الريح. لماذا؟ لأن الريح والبحر يطيعانه. نعم، هو الوحيد القادر أن يكون ستارة من السيل. لماذا؟ لأنه الوحيد القادر أن يقول للبحر اسكت ابكم. نعم، هو الوحيد القادر أن يكون سواقي ماء في مكان يابس، لأنه قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. نعم، إنه الصخرة العظيمة، لأنه الصخر الكامل الصنيع، إنه صخر خلاصنا. هل تأتي إليه؟ تعال إليه الآن لتكن في حصن وفي حضن أعظم إنسان لا تستطيع ريح ولا سيل ولا حر أن تؤذيك. تعال إليه الآن، لأنه بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. ترسل ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تذنب ضرر.